ما هي القوى النووية العالمية؟ هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية ولديها مفاعلات تنتج طاقة تستخدم في صناعة القنابل الذرية والصواريخ ذات الرؤوس النووية. انطلق سباق التسلح النووي في العام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، وظهرت لاحقا دعوات للحد من هذا التسلح، وتم توقيع معاهدات من أجل ذلك، أبرزها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1970. من أوائل الدول التي تمتلك القوى النووية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة النووية في كل من هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في أوت 1945 عند نهاية الحرب العالمية الثانية، لتصبح البلد الوحيد الذي استخدم سلاحا نوويا على الإطلاق. وبموجب معاهدة جديدة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية ستارت، فمن المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550 بواقع 30%، أي أقل من الحد الأقصى الذي كان مفروضا في سنة 2002 بموجب معاهدة موسكو التي التزم بها الجانبان. ودخلت المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ في فيفري 2011، وذكرت معاهدة 2002 على أن على كل بلد خفض قواته النووية الاستراتيجية المنتشرة بين 1700 و 2200 رأس حربي بحلول عام 2012. وبموجب قواعد ستارت لإحصاء الرؤوس النووية، فإن الولايات المتحدة حتى جانفي 2009 كان لديها ما يقدر بنحو 5113 رأسا نوويا. وكانت الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في دول أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي في إطار التزامها بتمديد عنصر الردع، وفي سنة 2010 كان هناك نحو 200 رأس نووي ميداني تابع للولايات المتحدة الأمريكية ينتشر في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، لكنها أزالت أسلحتها النووية من ألمانيا في جويلية 2007 ومن بريطانيا في جوان 2008. وألزم خطاب براغ الذي ثاني أكبر الدول النووية هي روسيا. بدأ البرنامج النووي السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، وبلغ أوجه في تجربة للقنبلة الذرية سنة 1949، وبحلول أكتوبر 2010 كان قد تم خفض الترسانة النووية الاستراتيجية لروسيا إلى نحو 2660 رأسا حربيا، ومطلوب منها المزيد من الخفض بموجب معاهدة ستارت الجديدة التي صادق عليها البرلمان الروسي في جانفي 2011. لكن الإجمالي الحالي لمخزون موسكو من الرؤوس الحربية النووية سواء الاستراتيجية أو الميدانية ما زال غير مؤكد نظرا لعدم وجود إحصاء دقيق للأسلحة النووية الميدانية. وورثت روسيا مجمعا هائلا لإنتاج الأسلحة النووية ومخزونات كبيرة من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة من الاتحاد السوفيتي. وتقدر مبادرة الخطر النووي أن روسيا لديها حاليا نحو 770 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة، ونحو 128 طنا متريا من البلوتونيوم الذي له استخدامات عسكرية. فرنسا فجرت فرنسا أولى قنابلها النووية في فيفري 1960، ونفذت آخر تجاربها النووية في جانفي 1996، وهي تجارب أجريت في مواقع بمنطقة الصحراء الكبرى الجزائرية وفي جزر مرجانية بالمحيط الهادي. وفرنسا طرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ سنة 1992، وفي 2008 أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي أن البلاد ستبقي ترسانتها من صواريخ الغواصات، بينما ستخفض مخزونها من الأسلحة التي تطلق جوا بواقع الثلث إلى نحو 290 رأسا حربيا. وحتى سبتمبر 2008 كانت فرنسا قد خفضت بالفعل ترسانتها النووية إلى نحو 300 رأس حربي. المملكة المتحدة يتكون المخزون النووي البريطاني الحالي من أقل من 180 رأسا استراتيجيا، بحيث يمكن نشرها على متن أربع غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية من طراز فانغارد. وأسفرت المراجعة الدفاعية في 2010 عن خفض الحد الأقصى من الصواريخ المنتشرة إلى 40 صاروخا لكل غواصة، في إطار خطة للحد من الأسلحة النووية إلى 120 خلال السنوات المقبلة. ونظرا لأن أول غواصتين من أسطول الغواصات فانغارد من المقرر إحالتهما للتقاعد سنة 2024، وقد أبدأ أعضاء البرلمان البريطاني سنة 2007 تأييدهم المبدئي لخطة لتصميم فئة جديدة من الغواصات المزودة بسلاح نووي
تحل محل غواصات فانغارد، لكن القرار النهائي حول منصة التسليم الجديدة تأجل حتى 2016 بسبب خفض ميزانية الدفاع. الصين. بدأ البرنامج النووي الصيني سنة 1955، ومنذ ذلك الحين أجرت 45 تجربة نووية، بما في ذلك تجارب على الأسلحة النووية الحرارية وقنبلة نيوترونية. وتتكتم الصين على المعلومات الخاصة بترساناتها النووية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الصين لديها ما بين 130 وحتى 195 صاروخا باليستيا له قدرات نووية. وترددت أنباء عن أن الصين فرضت حظرا على إنتاج المواد الإنشطارية، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي. وقدرت اللجنة الدولية للمواد الإنشطارية أن الصين أنتجت نحو 20 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب، وما زال لديها نحو 16 طنا متريا. وانضمت الصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي سنة 1992 باعتبارها دولة تملك أسلحة نووية. كوريا الشمالية. وعدت كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي سنة 2005، لكنها تراجعت لاحقا عن الاتفاق وأجرت تجارب نووية في أكتوبر 2006 وماي 2009. ويعتقد أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من المواد الإنشطارية لإنتاج أكثر من 10 قنابل نووية. وفي نوفمبر 2010 كشفت عن منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى جانب برنامج البلوتونيوم، مما يعني فتح مسار آخر لإنتاج السلاح النووي. وقد بدأت المحادثات السداسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة سنة 2003 لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وجرى تعليق المحادثات في أبريل 2009 بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا. الهند. عكفت الهند على برنامجها النووي سنة 1968، وبلغ أوجه في ماي 1974 عندما قامت بتفجير نووي سلمي. وبعد 5 تجارب نووية في ماي 1998 أعلنت الهند رسميا نفسها دولة تمتلك سلاحا نوويا. وحتى 2010 كانت الهند قد أنتجت ما بين 60 و80 سلاحا نوويا، منها أكثر من 50 سلاحا يعمل. وذكرت بعض التقديرات في 2010 أن مخزون الهند من اليورانيوم العالي التخصيب ما بين 0.2 و0.5 طن، ومخزونها من البلوتونيوم بدرجة نقاء تستخدم في صنع الأسلحة ما بين 0.3 و0.7 طن. باكستان. في منتصف السبعينيات من القرن الماضي سلكت باكستان مسار تخصيب اليورانيوم حتى تكون لها مقدرة على إنتاج أسلحة نووية بموجب توجيهات من العالم النووي عبد القادر خان. وبحلول منتصف الثمانينيات أصبحت لديها منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، وأجرت تجارب نووية في ماي 1998، وأعلنت عقب الهند أنها دولة تملك سلاحا نوويا. وأظهرت تقديرات من اللجنة الدولية للمواد الإنشطارية في 2011 أن باكستان أصبح لها مخزون من نحو 2.75 طن من اليورانيوم العالي التخصيب. وقدرت المخابرات الأمريكية في 2011 أن عدد الأسلحة المنتشرة ما بين 90 و110. ولم توقع الهند وباكستان على معاهدة حظر الانتشار النووي. إسرائيل. تعتبر إسرائيل وفق مصادر رسمية وغير رسمية قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية تصل مسافتها إلى 1500 كيلومتر باستخدام صواريخها المسماة أريحة، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك أكثر من 200 قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية على حيازتها أيضا كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى. وذكرت الدراسات المختلفة أن إسرائيل استطاعت بناء 7 مفاعلات نووية، كما أن ثمة مواقع مختلفة للأسلحة النووية. ومن الملاحظ أن أكثر هذه المفاعلات والمواقع أنشئت قرب تجمعات سكنية عربية. وحصلت إسرائيل بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة سنة 1955 على مفاعل نووي أقيم فيما بعد في معهد صوريك نحال الواقع قرب مدينة يبنى غربي بئر السبع، وهو ما شكل تحولا نوعيا في مسارها النووي. وأنفقت إسرائيل التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، أنفقت ما بين سنتي 1955 وسنة 1967 ما يفوق 600 مليون دولار على صفقات التسلح الموقعة مع فرنسا.
ومنها 75 مليونا خاصة بالمجال النووي، لكنها لا تؤكد ولا تنفي توفرها على أسلحة نووية بموجب سياسة الغموض الاستراتيجي. واستنادا إلى تقديرات للقدرة على إنتاج البلوتونيوم في ديمونة، يعتقد أن إسرائيل أنتجت حتى الثمانينيات فقط ما يكفي من المواد الانشطارية لما بين 100 و300 رأس نووي. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية، وكثير ما نددت بها الدول العربية وإيران. إيران لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم، تقول إن الغرض منه هو إنتاج الطاقة السلمية، ولكن قوى غربية تعتقد أن إيران تحاول الحصول على وسائل صنع قنابل نووية، لأنها لم تعلن سابقا منشآتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت في فرض قيود على عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة. وقد وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي سنة 1970، ولم تعلن امتلاكها للسلاح النووي، وهي تخضع لعقوبات من مجلس الأمن لتعليق تخصيب اليورانيوم. وكشف تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2011 معلومات تشير إلى أنشطة إبحاث في إيران حول الحصول على التكنولوجيا اللازمة لجمع أسلحة نووية. بعد مفاوضات شاقة استمرت نحو 18 شهرا، توصلت إلى إيران والدول الكبرى في يوم الثاني من أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار لحل ملف البرنامج النووي الإيراني. ويهدف الاتفاق إلى كبح تقدم البرنامج لمدة 10 سنوات على الأقل، بتعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية مقابل رفع العقوبات الغربية، وذلك بعد 12 عاما من التهديدات المتبادلة. كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي في يونيو حزيران 2014 تباطؤ وتيرة الانخفاض في عدد الأسلحة النووية مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 10 سنوات، وذكر أن الدول النووية تحدث ترساناتها ولا تظهر عزما على التخلي عن عدد كبير من أسلحتها النووية على الأقل في المستقبل المنظور. وذكر المعهد أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين هي القوى النووية المعترف بها رسميا، أما الدول الأخرى فتعمل خارج إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.